جماعة ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشوف يا جماعة مع بعض خطوات تفادي هجوم القرش اللعين عليك. اتفضلي يا احلام شغالي. لو سمكة قرش قابلتك زقها من مناخيرها. يبقى احنا يا جماعة دلوقتي لو سمكة قرش قابلتنا تحت في أعماق المحيط هتزقها كده من مناخيرها. جماعة سمكة! فهتبعد طبعا يا جماعة، مش هتاكلكوا لو انتوا زقتوها من مناخيرها. خدوا بالكم. خد بالك اوعى تتبول في المية لأن الحركة دي بتعصبه. ما قالش كاكاو في الحمام في البيبي في البحر عشان الحوت هيشرب من الميه فيلاقي طعمها بيبي، صح؟ الحوت القرش هيشرب من الميه يلاقي طعمها بول فيقول لك ايه القرف ده فهيجي يقتلك. اوعى تحط صن بلوك وتنزل الميه او اي ميك اب لان ده برضه بيجذب. الحمد لله يا رب والله الحمد لله. صن بلوك بيجذب سمك القرش ليك. حرقه وانت ساكتين يعني. ما بيحبش طعم البشر. قرش ما بيحبش طعم لحمة البشر، يعني انت مش الهدف المقصود عزيزي الميت، ماشي؟ ان هو اصلا لما بيدوقك بيلاقي لحمتك طعمها وحش فبيسيبك، بس انت بتكون مت عشان هو ضايقك خلاص. معلومات هتظلمك، بس خلينا نقول تعمل ايه لو تعرضت لهجوم من سمك. يلا بقى يا جماعه نشوف الخطوات بقى مع بعضنا كده بجد. عمودي في الميه. لو تقدر تنزل تحت الميه. تقف عمودي في الميه. عمودي كده. بس لو قرش جه كده تفضل واقف كده. حد بقى يعدي تعدي انت بقى في سلام. ده القرش يا انا ممكن اسرق تحت واغرق اموت اساس. يا خرابي قرش. يا لهوي. وبعدين مش عينك من عليها ابدا عشان هي بتلف في دوائر حلزونيه كده عشان تقرب لك. يا ماما يخربي يخربي. تخيل صدقوا يا جماعه انا خاف قوي بعد كده انزل البحر احط رجلي في الميه. ده انا كنت يا جماعه في شرم وفي سمكه من المخططين المعفنه الصغيره دي معديه من جنبي فضلت اصوت وكنت هغرق وهموت يا بسبتي. هتدور وشك هتقطمك عشان تدوق. هتقطمك عشان تدوق. يعني مش بتيجي عليك مستقيم. ساعتها لو حسيت انها خلاص قربت منك قوي وجاي عليك بالذات حاول ما تتحركش من مكانك وخليك واقف. انا ازاي بقى البني ادم يقف؟ يعني يقف بقى هو وشه فوق في الميه ولا يبقى معاه جهاز تنفس تحت في الميه؟ يعني تبقى ثابت كده. حسيت انك هتموت اكتم نفسك لحد ما الحوت القرش يعدي. يا نهار ابيض. زق ما تزق القرش. انت لازم تكون قوي تزق القرش. عامل عامل بقوه من مناخيره. بقوه طبعا طبعا. طب طب يا جماعه دلوقتي لو الواحد زق القرش بقوه في مناخيره مش القرش هيتضايق ويتعصب؟ احنا اساسا حركتنا بطيئه تحت يا ستي سيبك من حركتنا بطيئه. انا ازاي قلبي هيجيبني اساسا ان انا اضرب قرش في مناخيره برجلي؟ ما يتقم مني اكيد طبعا. يا ما عادش برجلك ده هم عايزينك تسوقها بايدك كده. ازقه كده؟ يعني عم لو هو كان ماشي بقى فانا اروح عيماله 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 كده اهو كده كده. ابعد عني. دي النقطه الحساسه. عشان تعرف انك فريسه مش سهله. طب ما تاخد مطوه معاك تحت البحر. هو مش القرش بيتقتل؟ انت مش عارفه؟ واحده واحده لازم اعرف بقى. اخرج للشط او اقرب مركب. بلاش البول في البحر لانه زي الدم بالظبط ريحته بتشمها القروش من على بعد انياب. الناس اللي بتنزل بمايوهات الوانها فاقعه بلاش عشان بتعكس الانوار. بلاش يا جماعه ننزل بمايو لانه فاقع. نبعد عن هاديه غالب خالص. مايوهات هاديه غالب ده عايزك تموت. يعني تخرب بيتكم وتموتوا كمان. الاسماك القرش. يلا على الاسئله. اه بقى ايه بقى الواحد بقى ايه كل ده هيحصل تحت الميه؟ انا شايفه قصص كتيره تحت. الحوارات كتيره يعني تزول قرش ما تلبسش ايه ده بجد كل ده هيحصل تحت؟ السيدات اي بس الواحد ايه ممكن يعوره تحت البحر؟ الا القرش. ممنوع لبس الخواتم والدبل والساعات والاساور البراقه الفضيه. هو ده طبيعي كده كده ما البني ادم نازل يعوم ايه اللي هيخليه ينزل بذهبه؟ معروفه صح؟ القرش من اقدم الكائنات اللي على الارض اللي لسه ما انقرضتش. لا يا جماعه بصوا صلوا على النبي كده. انا شايفه ان القرش ملوش دعوه في قصصنا دي. ده قرش عادي ماشي في البحر. انا ايه اللي يوديني البحر اضايقه؟ مش لازم اعوم في البحر والبسين كفر. بنام في البسين صح؟ ايوه. ما ندخلش في الغويط جوه. ايوه صح. واحنا سباحين قوي سباحين. وبعدين هم بيبقوا عاملين حبل كده طويل او يصفروا اول ما بتقربوا منه صح؟ لا لا انت عارفه هو القرش بياكل مين؟ اللي بياخدوا المركب ويخشوا بيخشوا جوه في نص البحر وينطوا بقى يعملوا ينطوا. مالكوش ده ما تنطوش يا جماعه. انت عملت دايفنج قبل كده؟ انا عملت دايفنج مع السمك الصغير وكان حواليا ناس كتيره هم اللي هيتاكلوا قبلي. انا كنت هجري طبعا.
انا اساسا كنت ماسكه البتاع اللي هو السلم بتاع المركبه طالع من كده يعني لو كان الشجاع عليك كنت هطلع بسرعه المركبه ما كنتش هفضل قاعده والله كان معايا قناع وكنت كده واطلع على طول انا اختي اللي عومني تحت في اعماق البحر مش عايزه اشوف اعماق البحر ابقى اجيب على النت واتفرج على السمك لونه عامل ايه انا مش عايزه اشوف